القطعة فيها عدة أشتال متنوعة، جميع أنواع الأشتال الاستوائية. هاي انعملت تجربة، انزرعت في 2014، كانت أول تجربة في المحافظة كمستوى أشتال استوائية. الحمد لله نجحت، وكان نجاحها ممتاز، والعام الماضي أنتجت، وإنتاجها كان يعني ما شاء الله مضاح للسوق، الأسواق المحلية وكنا نبيعها. ويعني هاي الأشتال مش في أي منطقة بتزبط، لأنها بدها رطوبة عالية، بدها ري باستمرار، بدها يعني معاملة خاصة بالنسبة للأشتال والسماد. في عنا عدة أنواع. أول صنف زرعناه اللي هو الرمان. الرمان طبعا موجود في كل المناطق وبنجح وين ما يكون، بس هاي النوعية اللي زرعناها نوعية مميزة، هاي خاصة للعصير، نوعية الوندرفول، بتيجي ثمرتها كبيرة وبتتأخر في القطف. في عنا صنف ثاني، عنا 8 أصناف تقريبا. في عنا الفرسمون، الكاكا نجاحها ممتاز. في عنا الكرامبولا، الكرامبولا هي الستار فروت، الحبة النجمة. في عنا برضو كمان صنف الليتشي. في عنا المانجا المايا. في عنا الكشطة. وفي برضو القطعة الثانية اللي هي الأفوكادو. هاي أشتال استوائية، يعني بتعيش، بدها رطوبة عالية، بدها ري، بدها نظام يعني في العمل يختلف عن نظام الأشتال الثانية، يعني مش زي الحمضيات. ما هي طبعا كل منطقة من مناخ لمناخ بيختلف، يعني محافظة قلقيلة جوها شبه استوائي، هاي الأشتال نجحت فيها. لو بدك تزرعها في الخليل في بيت لحم ما بتنجح، بدك تدور على أصناف ثانية اللي تنجح عندك، يعني هاي تلائمت مع الجو اللي عندنا هون. مش شرط التربة، العامل الأساسي هو الجو. التربة عادية، يعني عندها هاي الأرض كانت استصلاحناها. في منطقة قلقيلة بتقدر تزرعها لأنه يعني جو قلقيلة مناسب لهاي الأشتال. ونوعية التربة عادي فيش مشكلة، يعني ما بتختلف نوعية التربة، لأن تربة قلقيلة أصلا التربة يعني تربة مفككة، وفي عدة أنواع في قلقيلة، من منطقة لمنطقة بتختلف. في التربة الحمراء، في السوداء، في التربة الخفيفة، هاي الأرض الصفراوية. بس يعني كأرض قلقيلة كلها تربتها يعني متناسقة ومتناسبة. إنتاج الأشتال هذا طبعا عن طريق المشاتل، مش المزارع اللي بده ينتجها، المشتل اللي بده ينتجها. المشتل في منه أشتال يعني مثل الليتشي، بيقدر يزرعه بإزر بس بقعد فترة طويلة. الليتشي إذا بتاخده يعني بتعمل تركيد، يقولولها عملية تركيد، يعني بتاخذ من نفس الشجرة، بنجح أفضل وأسرع. الفرسمون بنزرع بذرة مرة وبتركب في المشاتل، تركب الصنف اللي بدك إياه. الرمان بنزرع عكل. الكشطة بذر بتنزرع وبتتركب، يعني كل شتلة في إلها نوعية خاصة وتعامل خاص في المشتل، يعني إحنا بناخد جاهز. الكشطة والليتشي بدها 3 سنوات. أول إشي لازم يكون عمرها سنة في المشتل، تجيبها من المشتل لازم يكون عمرها سنة، تزرعها عندك في الأرض، بدها من 3 لـ4 سنوات تكون منتجة تجارية، يعني أول سنة بعد 3 سنوات بتكون منتجة، بس مش الإنتاج التجاري، يعني بداية حمل. أما بعد 4 سنوات بتكون تجارية. حجم الشجرة هلا النوعيات بتكبر، يعني بتعلى وبتكبر، بس احنا يعني بنشتغل عليها على يعني نظام التقزيم. يعني عندك شجرة الأفوكادو ممكن توصل 10 متر، شجرة الكشطة بتوصل برضو من 8 إلى 10 متر، الليتشي بتفرد فرد مش بتعلى عليا، الكرامبولا بتعلى، يعني حسب نوعية الشتلة. صح لازم يكون بين الشتلة والشتلة مش أكل من 5 متر. هذا الزراعة العادية. أما إذا بدك تزرع مكثف وتشتغل على نظام التقزيم كمساحات زراعية تستغل، بتقدر تزرع من 3 متر بين الشجرة والشجرة، و4 متر بين السطر والسطر. الأسمدة طبعا بتعتمد، يعني الأشتال هاي
كل الأشتال وكل الأشجار يعني بدها النيتروجين باستمرار، بدها العناصر الصورة باستمرار، بدها الحديد باستمرار، الري باستمرار، طبعا بنظام مبرمج يعني مش شغل عشوائي. أنا يعني لما بدك تزرع أشتال وبدك تهتم فيها بده يكون في إلها نظام للري، نظام للسماد، يعني نظام للتقليم. إذا بتشتغل عليها صح بتستفيد منها. حسب التربة برضه، التربة إلها دور، التربة إلها دور بالنسبة للري. إحنا عندنا هنا معدل يعني بنعطي في، ما هو مش كل الأشهر واحد، يعني بنبلش الري إحنا من بداية 15/4 حسب الجو بعد عقد الزهر، بعد 15/4 بنبلش في الري. الري يعني معدل الدنم، الدنم بيجي فيه 40 شجرة، بنعطيه 3 كوب يوم بعد يوم. في شهر 7 و8 في إمكانية إني أسكي يوم يوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بده يكون في ثمر بعطيها يوم يوم. كمية مية يعني الدنم معدل بده من 40 ل50 شجرة، بده معدل 3 كوب يومي. بس في عنا يعني احنا طريقة، ما بتقدر انك كل يوم، في ناس عندهم التزامات، عنده شغل، عنده مزارع ثانية، ما بتقدر انك تعطيها بشكل يومي، بعطيها يوم بعد يوم، بزيد في الكمية اللي تأخذهن والتربة بتخزن بتحافظ عليها. بس إذا بدك تشتغل على شكل صح، الصح إنه يومياً تأخذ الكمية تبعتك بشكل يومي، بتأخذ إشي خفيف ما بنعطيها كمية كبيرة، تأخذ الشتلة احتياجها، لأنه أغلبية الأشتال الاستوائية شرشها سطحي مش عميق، يعني بتمتص المية براحتها، بدها شغلات خفيفة، ما بتقدر يعني ما بنقدر نغرقها تغريك، نعطيها مية كثير بتغرق الشجرة، المية الزايدة كلها طبعاً بتروح. لهذا السبب بدك تتعامل معها بشكل صح. التقليم هو بداية، يعني إذا بدك تشتغل على التقليم الصح، الأصناف يعني الاستوائية مثل المانجا بنقدر نقلمها بعد القطف بشهر 9، بعد 15/9 بنقلمها، وبنقدر نقلمها في بداية شهر 4 أثناء الزهر، هي والأبوكادو نفس الإشي التقليم. بس الأشتال الثانية التقليم تبعها لازم يكون في فترة الربيع، يعني 15/2، بعد 15/2 احنا بنبلش نقلم عشان تاخذ إشي صح قبل ما تزهر، قبل ما تبرز. الأشتال مثل الفرسمون، الرمان، الكشطة 15/2، بعد 15/2 بدف الجو، بعد المربعانية بنبلش نقلم فيها. هي الشجرة إذا بده إياها لشغل منزلي يظل يقزمها أفضل، لأنه ما بده هالكمية الكبيرة منها. كل ما تقزمها، اليوم النظام الجديد بنشتغل عليه على شجر التقزيم، يعني كل سنة أنا بكشبرها بتظلها مقزمة ومحجمة أفضل ما إنها تعلى. ليش؟ بدي أخذ عنها الكمية، هي باعتبار الشتلة إذا بدها تعمل 20 كيلو بتعملهن 20 كيلو إن كانت كبيرة ولا صغيرة. لما تكون مقزمة بتعطيني 20 كيلو بعشر ثمرات، الثمرة بتبقى ناضجة وناصحة ماخذة حجمها. أما لما تكون الشجرة عالية ومش مقلمة بدها تعطيك ثمر أزيد، بس بده يكون وزنه أخف. يعني كإحصائية وإنتاجية إذا بدك تشتغل صح نفس الوزن اللي بتعطيه. الأسمدة أنت بتقدر تشتغل فيها صح، يعني إذا ما بدك تتعامل يعني شغل منزلي، ما بدك تتعامل في الأسمدة الكيماوية وتستعملها، بتقدر أنت يعني تستعمل السماد العضوي الكومبوست مثلا، بتقدر أنت تعمله في البيت. يعني في ناس بتقدر تعمل البيت مخلفات المطبخ، بتقدر تعملها سماد، تخمرها وبتعملها سماد، كل العناصر موجودة فيها. بلزمش يعني إني أروح أشتري مواد كيماوية، أنا بدي أخذ إشي صح، بتقدر تعملها من مخلفات المطبخ في طريقة خاصة. كل مخلفات المطبخ، كشر البطاطا، كشر البندورة، الشغلات هاي كلها، كل المخلفات هاي بتتخمر وبتنعمل سماد عضوي.
وهو صح انه الاشتال هاي تكون مكشوفه للشمس. هاي الاشتال الاستوائيه لازم تكون مكشوفه للشمس اللي الشمس تشوفها صباحي ومسائي. منطقه قلقيله محافظه كمحافظه قلقيله يعني الصقيع بيجي فيها قليل جدا خفيف. اما تعامل الظروف الجويه يعني لابد منه. احنا يعني اللي عنده كميات كبيره نقدر نرشها ادويه كبد المنخفض كبد الهال لانه في عندنا ارشادات من وزاره الزراعه تقدر ترشها مواد نحاسيه اللي تحافظ على تعطيها طبقه على الورق شايف يعني بتخفف من اثار الصقيع وامراض الصقع. اما لما تكون الشكل صغيره بدايه عمرها بنلفها بخيش بنلف عليها عديالها خيش اللي ما تتقطر. اهم شيء الساق الورق لو انشعط عادي بتقلم. انا ما بهمني الورق زي ما انه يهمني الساق. هذا في بدايه زراعتها بعدها الشتله خلاص بتتحمل وضعها بتتاقلم مع الجو. يعني في اشتال منها سريعه في اشتال نموها بطيء بس بعد الاربع سنوات الشتله لما تاخذ وضعها الطبيعي في الارض تتاقلم مع الارض بصير نموها سريع عادي يعني ما فيش مشكله. يعني هي هاي الاشتال طبعا اشتال ممتازه جدا واسعار ثمرتها غاليه. يعني هاي استغلال بيقدر يعني في عنده مساحه في البيت يقدر يستغل ويزرع زي هاي الاشتال اللي يستغني ما يشتري من الاسواق. هاي ممتازه جدا. هي في عده شغلات نصائح يعني اهم شيء التقليم الصح. لما تتقلم صح الشجره بتعطيك انتاج صح. الري بانتظام ويعني يفضل انه الري ما يكونش فيه نسبة كلور في المي. نسبة كلور عالية ليش؟ لانه المي المنزلية اغلبيتها فيها كلور فيها نسبة كلور. الصح انه ما يكونش فيها نسبة كلور لانه الكلور بيرفع مستوى في التربة بضعف شروش الشكل.